باب الربا في الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. باب الربا الذي كلام جاي. قال رحمه الله باب. قال الإمام الدارمي رحمة الله تعالى عليه قال في مسنده ونزلنا مع كتاب البيوع قال باب في الربا الذي كان في الجاهلية. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا علي بن زيد قال عن أبي حر عن أبي حرة الرقاشي عن عمه أنه قال رضي الله عنه كنت أخذا بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أوسط أيام التشريق أذود الناس عنه صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم ألا إن كل ربا في الجاهلية موضوع ألا إن الله قد قضى أن أول ربا يوضع ربا عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. جزاك الله خير. فأنا خطبة الوداع خطبة يوم عرفة وهنا تأديب وتعليم وإكمال قال ألا إن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هذا وضع وأول ربا شوفنا الولي لازم يبدأ بنفسه وأول ربا ربانا ربا العباس وأول ربا ربانا ربا العباس رضي الله عنه رضا قال لكم رؤوس أمركم لا تظلمون ولا تظلمون يعني خلاص انتبتم لكم رؤوس الأمر طب الزيادة لابد أن تخرج وهذا الإخراج هذا للصدقة وليس لك فيه أجر إلا إذا رأيت أن يعني إذا أردت ذلك تطهير المال وصدقت فيكون لك أجر التطهير فقط. هنا في قول أبو حرة قال أبي حرة الرقاشي عن عمي كنت آخذ من زمان ناقة النبي هذه القصة يبين فيها أنه أتقن الناس لحديث النبي أنه بجانبه أخذ الخطام الناقة ويسمعه فهو يتقن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال في أوسط أيام التشريق أو أذود الناس عنه في وقت قال أوسط أيام التشريق وهذا يدل على وقوع الخطبة أيضا في اليوم الثاني والثالث ووصل خطب النساء في الحج وصل إلى 20 خطبة ما يخرج من 20 خطبة خطبة منى وخطبة عرفة عرفة خطب فيها 4 خطب وخطب يوم النحر يعني ما يخرج من 20 خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وموعظة. وقول ابن عمر قال ذلك ربا الجاهلية موضوع يوم منى هذا كان كما قلنا هذا مطلق مطلق ويحمل على المحيط. قال ألا إن كل ربا في الجاهلية موضوع وهو رواية كان فيها أعم من ذلك قال ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية كل شيء في الجاهلية نكاح المتعة كل شيء في الجاهلية يعني موضوع ملقى لا يعتبر له ألا كل شيء من أمر الجاهلية يعني ونعرات الجاهلية ولذلك ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع هذه إهانة واستزلال واستصغار للأمور الجاهلية وأنها لا يعمل بها ومن عمل بها يهان وهذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا من أظهركم دعوة فإنها منتنة ولقوله صلى الله عليه وسلم من رأيتموه يتعزى بعزى الجاهلية فأعدوه بهني أبيه ولا تكلم ولا تكلم. فأنت لما تحب تكرم واحد تقول له إيه تحت قدم صح قطع عزوة تقول له إيه على رأس متاك دولة تقول له إيه على رأس أما تحب تهينه تقول له تحت قدم رزاق قال كل ربا جاهلية موضوع تحت قدمي هذا. فكل ما في الجاهلية من لطم الخدود وشق الجوب كل من الجاهلية من نكاح المتعة من السفور من تبرج الجاهلية كل ذلك موضوع تحت قدم النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك الربا والربا من أعظم الأعمال التي تجر العقاب الجبار سبحانه وتعالى أعظم عقوبة في كتاب الله عقوبة الربا يا الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله قال أن الله آتي الربا مكله وكاتبه وشاهديه قال درهم واحد زنا من الربا أشد من زنا أقلها وأسرها أن ينكح رجل أمه. نعم فقول أول ربا وضعه ربانا ربا العباس يدل على أن الربا الموضوع لا يأخذ مهما كان فأبطله النبي وأبطل كل الزيادة اللي فيه لأن قال ما دامت التوبة لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وكل مال الربا لابد أن يخرج. وفي بيان عدل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو ضار أول ما قضى عليه من أمر الجاهلية هو ما كان من أقاربه ودماء الجاهلية موضوع تحت قدمي هذا وأول دم أضع دم إيش ربيع بن حارث وهكذا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بأسرها
أنه لابد أن يعمل بالشيء الذي يأمر به وينتهي عن الشيء الذي ينهى. الفضل الصنبطاء على الكبير أن يكون أسوة قبل أن يأمر وينهى. خطر الربا هدم الاقتصاد، هدم كل شيء. من اعتز بالجاهلية فقد ضل، وهل عملنا خود 7000 سنة فرعونية، 7000 سنة مش عارف سحر رمسيس لميس اخرجي هميس، يعني يفتخرون بما لا فخر فيه بحال من الأحوال. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.